كيس الدقيق. كان همام يعيش مع زوجته في الصحراء في خيمة من الشعر، وكان له جار وحيد مقيم بالقرب منه في ذلك القفر. ترك الجار عند همام مرة كيسا كبيرا ثقيلا وضعه بنفسه في ناحية من نواحي الخيمة وسافر على متن بعيره. ولم يكن همام يملك من الدنيا في تلك البادية الخالية غير معزاة وحيدة يقتات هو وزوجته حليبها. وذات ليلة بينما كانت المعزاة باركة حذو الخيمة تشتر، وهمام وزوجته هاجعين داخل الخيمة، إذ سمعا للعنز صيحة منكرة فهبا إليها يتطلعان أمرها، وإذا المعزاة صريعة على الأرض تتلوى وتتغو من فرط الألم الذي كانت تكابده. وعلى نور القمر لاحظ همام أفعى تزحف على الرمل فارة في سرعة وجنوح، فلحق بها وأهوى بهراوته على أم رأسها بضربات أسكنتها عن الحركة، وعاد إلى المعزاة يحاول إسعافها فما وجد إلى ذلك سبيلا. ماتت عنزهما ومصدر قوته وقوت زوجته ومخزن عيشهما، فحزن عليها حزنا شديدا وتألما لوفاتها وفقدها. ولم يكن لهمام وزوجته في تلك الأيام غير رزمة من دقيق الشعير جعلا يتناولان منها في أول الأمر باعتدال، ثم ما لبث بعد ذلك أن صارا يقتران على نفسيهما تقتيرا مشحفا، حتى نفذ الدقيق ولم يبق لديهما شيء يأكلانه. ولازم همام وامرأته الخيمة وتمدد كل واحد منهما في جانب منها ثلاثة أيام من دون طعام أو شراب، إلا ما يلج في فميهما من جرعات قليلة من ماء آسن عكر ملأ به قربتهما منذ أيام قبل أن يجف الغدير القريب من خيمتهما. وبحركة عفوية في ظلام الليل ألقت زوجة همام يدها على الكيس الذي أودعه جارهما أمانة عندهما، فتنبهت له ولمسته وأحست أن به دقيقة وأرادت أن تتيقن من ذلك، فألصقت أنفها بالكيس تتشمم ما بداخله، فأدركت في الحال أن الكيس يحتوي دقيقا. سال لعابها من شدة ما أصابها من الجوع، فقالت تخاطب زوجها همام: أتدري ما بهذا الكيس الأمانة عندنا؟ قال: لا. قالت: إن به دقيقا. قال: كيف عرفت ذلك؟ قالت: أيغيب الدقيق عن إدراكي؟ وقد لمسته بيدي وشممته بأنفي. قال: ما لنا ولمتاع الناس؟ ألا تعلمين أنه أمانة عندنا، وأن سواد الغراب
ونتن رائحته من خيانته الأمانة؟ فاسكتي ونامي. قالت: إن بقينا على هذه الحال يومين آخرين فلا نأمن على أنفسنا من الموت جوعا، وإن نحن أخذنا قليلا من الدقيق وعالجناه أكلناه نجونا من الموت، فاختر أفضل الأمرين. قال: أختار الموت جوعا وطوعا شهيد الأمانة على أن أخون عهدي. وسكت الزوجان عن الكلام، وإذا ببعير يرخو رغاء متواصلا، فيقترب رغاؤه من الخيمة شيئا فشيئا، وإذا بصوت ينادي هماما، فتحامل همام على نفسه ونهض واقفا كأنه شبح ميت بعث من قبر، وإذا هو أمام جاره وقد عاد من صفرته. إذا ننتقل إلى شرح المفردات. يقتات حليبها، اقتات الحليب اتخذه قوتا له، أي اتخذه طعاما له. هاجعين، هجع هجع يهجع هجوعا، نام ليلا. في سرعة وجنوح، الجنوح الميل والمعنى في سرعة وميلان. صارا يقتران، قتر على عياله، ضيق عليهم في النفقة تقتيرا مجحفا، أجحف التقتير جعله ضيقا مهلكا. من ماء آسن عكر، ماء آسن تغير لونه وطعمه ورائحته، عكر غير صاف. الكيس الذي أودعه، أودع الشيء عند فلان، دفعه إليه ليكون عنده وديعة. ماذا تمثل العنز بالنسبة لهمام وزوجته؟ كيف كان همام وزوجته يعيشان في الصحراء؟ ماذا حدث للعنز ذات ليلة؟ لماذا لم يستطع همام إسعاف العنزة من لدغة الأفعى؟ هل كان بإمكان همام وزوجته أن ينقذ نفسيهما من الموت جوعا؟ كيف ذلك؟ هل كان همام وزوجته يعرفان ما بكيس الجار المودع عندهما؟ ما رأيك في ذلك؟ أرادت زوجة همام أن تنقذ نفسها وزوجها من الهلاك، لكن الزوج رفض ذلك. ما رأيك في موقف كل واحد منهما؟ ترى ماذا سيحدث بين همام وزوجته لو لم يحضر الجار؟ أكمل القصة بما تراه مناسبا. لماذا كانت الأمانة صفة من صفات الأنبياء؟ بين دور الأمانة والحفاظ عليها عند الأنبياء وبين الناس. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال الله تعالى كذلك في سورة المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صدق الله العظيم. كما يقول الله تعالى كذلك في سورة البقرة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة،
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. سورة البقرة الآية 282.